السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومعكم بحر المنسي من حضرة مباركة وقرعة عامة للطاروت في هذا اليوم. نقدر نقول في كارت 10 of Pentacle في هذا اليوم. يا كل من يسمعني، دي قرعة مباركة، يعني أي شيء بنقوله بنحصل في النهاردة 10 of Pentacle، وكأن بتكتمل حياتك المالية أو بتاخد حقوقك كاملة أو تبدأ تتلقى المساعدة من الأشخاص من حولك. تقبلت نحس فكرتك في هذا اليوم، أي أنك استطعت أن تتقبل عكس الكلمة وتتقبل نحس فكرتك لكل شيء في حياتك. يمكنك الآن أن تتقبل نفسك وتتقبل مخاوفك دون أن تخاف منها مرة أخرى. هناك بعض الاحتماء في الأموال، هناك بعض الاحتماء من مخاوفك على وضعك المالي في هذا اليوم وعدم استقرار أوضاعك المالية في الفترة القادمة. هذا بشكل عام نقدر نقول انك انت بتحتضن مخاوفك للمرة الأخيرة. ناين اوف سورد يعني بتخرج من كابوسك، بتخرج من مخاوفك للمرة الأخيرة من عكس الكلمة ومن نحسك أو مما تزرعه طوال حياتك في عمق كلمة نحسك لكلمة نارك أو كلمة أنك ستواجه حياة صعبة أو ستواجه مخاوفك من عملك. أنت اليوم تتخلص من عمق مخاوفك أساسا، وتستطيع في هذا اليوم أن تتقبل نفسك وتتقبل أصدقائك وتتقبل مشاركة أفكارك مع العامة. شكرا لك، السلام عليكم.